عليكم. جيت لكم النهاردة بمجموعة فيديوهات Back to School أو العودة إلى المدرسة، والفيديو ده عن نصايح للأباء عن عودة للمدرسة. النصيحة رقم واحد، لازم تتعرفوا على المدرسين بتوع ولادكم، ولازم تكونوا على اتصال بيهم دايما عشان تقدروا تعرفوا ايه هو المستوى اللي ولادكم وصلوا له من أول ما دخلوا المدرسة لحد ما يوصلوا للامتحانات. نصيحة رقم اتنين، لو عرفت ان في يوم للاباء في المدرسة لازم تروح، ولازم تتعرف على بيئة اللي محيطة باولادك اللي موجود فيها طول ايام المدرسة. نصيحة رقم تلاتة، تواصل مع كل اباء اصحاب ولادك علشان تقدر تعرف مين هم اصحابه وهم بيوصلوا فيه ازاي، وايه هو السلوك اللي محيط دايما بابنك. نصيحة رقم اربعة، شارك ابنك دايما في اختياره لأدوات المدرسة حتى لو كان الشيء ده متعب ليك، بس ده هيبسطه جدا. نصيحة رقم خمسة، وفر يوم دايما للمرح مع أولادك واللعب بس، بعيد عن جو المذاكرة وبعيدا عن أي حاجة لها علاقة بالمدرسة. نصيحة رقم ستة، لازم تخصص وقت من وقتك تقعد تتكلم فيه مع ابنك عن اللي حصل ليه طول يوم المدرسة وعن الخطط المستقبلية اللي هو بيفكر فيها. نصيحة رقم سبعة، حاول تساعد ابنك على ان هو يتعود على الصحيان بدري للمدرسة، وده يكون قبل المدرسة بأسبوع، بانك ترتب له مواعيد صحيانه وكمان ترتب له كل النشاطات اللي بيعملها الصبح قبل ما ينزل للمدرسة، من فطار ومن شاور وكمان من ترتيب حاجاته ويتأكد ان كل حاجته موجودة في شنطته قبل ما ينزل المدرسة. نصيحة رقم تسعة، اعملوا قائمة أعمال وحطوها على التلاجة أو في مكان واضح، ويكون مكتوب عليها الأعمال المطلوبة من ابنك لمدة أسبوع، يعني اختبار في المدرسة، امتحان، تدريب لازم يخلصه، واجب لازم يخلصه، ولو هو خلصه على أكمل وجه لازم هو يكتب المكافأة على الحاجة اللي هو عملها، زي مثلا إنه يروح النادي، ياكل بيتزا، يتفرج على الفيلم اللي هو بيحبه، يروح المطعم اللي هو بيحبه. وبكده ابنك عمره ما يحس ان هو مطلوب منه انه يعمل مجهود رهيب، لان في كل مرة بيعمل حاجة وبيتعب فيها بيلاقي حاجة جايزة عليها. وبس، هي دي كل النصايح اللي اقدر اقولها لكل الاباء. ولو عندكم اي نصايح تانية ما تنسوش تكتبوها تحت في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للصفحة بتاعتي. ولو عايزين يعمل لكم نصايح وحاجات مفيدة زي دي ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات، ومستنياكم الفيديو الجاي في النصايح للطلبة للعودة للمدرسة. بحبكم جدا جدا جدا، والسلام عليكم.